يكون جسرا ينتقل به المغرب من القرن العشرين إلى القرن الواحد والعشرين وإلى الديمقراطية المؤسساتية الصحيحة. ومن موضوع التناوب التوافقي إلى مواضيع أخرى شملت الإنجاز المؤسساتي للملك الراحل ومحاور أخرى تطرقت لإسهامات جلالته رحمه الله في مسرح القضايا ذات الأبعاد العالمية. مداخلتي ستتخصص فيما يتصل بمركز الحسن الثاني في الأمم المتحدة. تتبعته هناك من خلال خطبي ومن خلال أنشطته المكثفة ومن خلال الصور التي كانت حقيقة معبرة ودلت على كثير من المواقف، وتبين من خلال ذلك النشاط الذي قام به في الأمم المتحدة أن الرجل كما قلت ترك له بصمات على مختلف المستويات، إن على الصعيد الدولي أو على الصعيد العالمي بما قام به من مساعي حميدة في سبيل إرساء السلام العالمي. مواقف ودراسات لشخصية الملك الراحل هي وثيقة تختزل مكانة رجل عظيم ساهم بفكره النير في إغناء الحوار ومناقشة العديد من القضايا العالمية من خلال محاور قيمة قدمت رؤية دقيقة حول فكر وشخصية الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. المكانة المتميزة التي كان يتبوأها جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في الفضاء العربي والإفريقي والمتوسط والأوروبي تم إبرازها في اليوم الثاني من أشغال الدورة الربيعية لأكاديمية المملكة، وذلك خلال مناقشة المشاركين لمحور البعدان السياسي والدولي في فكر الحسن الثاني. المناقشات همت أيضا محور البعد الديني في فكر جلالة المغفور له الحسن الثاني. التدخلات أبرزت أن جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه كان مؤسسا للحوار بين الديانات بامتياز، وكان فكره مرجعية للباحثين في علاقة الحضارات بينها وما يمكن أن تولد من غنى الفكر من خلال مد جسور اللقاء، وهو ما جعل المغرب أرض لقاء فعلي وأرض تلاقي، فكانت مرجعيته كتاب الله وسنة رسوله، وبذلك خلق ووطد أواصر الحوار والتسامح. Il suffit d'évoquer la visite historique du pape en 85. كانت زيارة البابا إلى المغرب حدثا استثنائيا بالنسبة للعالم، وهي من فكر جلالة المغفور له الحسن الثاني وترجمة لرغبته الأكيدة في الحوار بين الأديان. Considérable. Et le pape a beaucoup d'estime pour le roi défunt. À sa mort, il a encore وتناولت المداخلات إبراز السمات الفكرية التي أضحت بمثابة مجال علمي جعل من جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه مؤسسا للسلم والسلام، إذ لا حوار بين الحضارات بدون حوار بين الأديان، ومن هذا المنطلق عمل جلالته قدس الله روحه على تكريس روح التعايش والتلاقي. Dialogue des religions, eh bien, écoutez, c'est une de ses petites préoccupations majeures. كان اهتمامه بحوار الأديان وبالقدس خصوصا كبير جدا. كان يبني دائما من أجل استخلاص أرقى ما في الحوار بين الأديان وهو السلام. أنا كباحث في هذا المجال تعاملت في مسيرتي العلمية مع مواضيع من هذا النوع بالدرس طبعا، لكنني وجدت نفسي أنني أعود إلى أفكار جلالة المغفور له الحسن الثاني كي أستنير بها، وهي نقطة لم أستطع أبدا أن أحيد عنها. وإذا كان فكر جلالة المغفور لها الحسن الثاني قد تناوله الباحثون والمهتمون، فإن محاور البعد الديني كانت بمثابة ورشة حاولت الإحاطة بجوانب هذا الفكر الذي ما يزال يستمر ويجعل من المغرب أرض الحوار. أشغال الدورة الربيعية لأكاديمية المملكة المغربية في يومها الثالث، جلسة اليوم خصصت للمنجزات التي تحققت في عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
الإنجازات الوطنية الكبرى للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. محور هذه الجلسة التي استعرضت عروضها ما حققته السياسة الحسنية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية وغيرها. فما هي معالم وخصوصيات الفكر الحسني على المستوى الاقتصادي؟ اختار جلالته اقتصاد السوق بالنسبة للمغرب في وقت كانت فيه موضة الستينات تسير في اتجاه التخطيط والتأميم، اختياره كذلك لتوجه المغرب في العلاقة الدولية في إطار محايد. هذه التوجهات الصعبة التي قرر جلالته هي التي تفسر مغرب اليوم. المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الوطني للشباب والمستقبل، والمجلس الوطني لمتابعة الحوار الاجتماعي، مؤسسة تشهد على مميزات السياسة الحسنية وعلى أبعادها الاجتماعية. جلالته كان يعتبر أن مشاكل المجتمع المغربي حاضرا ومستقبلا هي في الواقع مشاكل الشباب، لذلك أنشأ هذا الإطار الذي يعتبر مجالا للحوار والتشاور، والذي يضم ممثلين عن المجتمع المدني وكذلك عن الدولة. ويبقى أهم إنجاز للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه المسيرة الخضراء كأسلوب فريد في تحرير الأقاليم الصحراوية. اختتمت مساء اليوم أشغال الدورة الربيعية لأكاديمية المملكة المغربية، والتي نظمت حول موضوع فكر الحسن الثاني أصالة وتجديد. الجلسة الختامية تميزت بشهادات نخبة من المفكرين من مختلف دول العالم، والتي أشادت بفكر جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، كما نوهت بإنجازاته الكبيرة. تجنيدناه نجمه المرتجى محمد سمد ذاك الأبي. بهذه القصيدة التي وقع الشاعر الموريتاني محمد سالم الدعدود اختتمت الدورة الربيعية لأكاديمية المملكة المغربية، دورة شكلت مناسبة للعديد من المفكرين ورجال العلم لتقديم شهادات تاريخية في شخصية جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه. Il y a des génies dans tous les arts. هناك عباقرة في كل الفنون وهم خلائق، لكنهم موجودون. والحكم فن، والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه كان عبقريا في الحكم. أتمنى لو أنه يسمع ما قيل في حقه في هذه الدورة. Pensez que de la place où il est, il a entendu tout ce qui a été dit pendant cette session. أشد ما أثارني هو الاهتمامات المتعددة لجلالة الملك. إنه رجل يمكن أن تناقش معه الوضعية الفلاحية بأستراليا أو الوضع السياسي بأوروغواي أو أي موضوع آخر. لقد كان ملما بكل شيء. كان رجلا يفهم العالم ويتفهم الناس وخاصة شعبه المغربي. Qui comprenait le monde et qui comprenait les gens et surtout son propre peuple le marocain. الانفتاح، الثقافة الواسعة والحفاظ على الهوية المغربية خصائص ميزت شخصية الملك الراحل، شخصية فذة بلغ إشعاعها مختلف قارات العالم. وقد أجمعت عروض هذه الدورة على أن جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه كان رجل دولة، مفكرا حكيما ومبدعا. لقد أبرز هذه العروض التي عرضت علينا جميعا مكانة الحسن الثاني، لا في بلاده فحسب ولكن في العالم أجمع، وأقول العالم أجمع لأن الذين تحدثوا عن فكر الحسن الثاني لم يكونوا من قارة واحدة ولا من قارتين. تنتهي إذن أشغال هذه الدورة، ليظل الفكر الحسني بكل معالمه وإنجازاته جليا واضحا في مغرب اليوم.